سفرك أما سعودالك مدحوينها صوماليا الدلك يوكي أيان وحيرك هذا الدورنا لكن هذا الكعدة جيستين وهذا الكي مدحوينه حسن شيخ محمود مساجد ككوية اللي مدحتوية ده شو هدد اللي يرادو وكجدي هذا كور ما لين جمعكو باقن هذا الكاسي أفر إلا باطن عشو أيان كود دميني نابو أها أفر إلا باطن سنوحي لسودي ساي أفقباتي بو كدري ضدك هلا بدقيستو وضياش هلون دقا نقلادو سياسيين تا حلال كهرا أسوا قبته هلون دقا نقلادو مركو لها سياسيغا أكوشيغا هلا بدقيستو وحسن شراب قال سياسيغا أكوشيغا ضدك بنتلانا ودقيستو أكولي وفرولي يساحي بدا آرنجان أو إساقا وكان بين قريي حسن شيخ محمود هرتا سياسيين تا دقيستا وركو دا يالا وإذن لها ورقاسي ومانتي قروي عيدا مسوق لي حبدا كريدي وقرون كقبصة دي هذا كور برحب دي حبد كريدي وضد كقحي وضياش هلا دقي يستقول هانا وضياش تراه الدوناي وأفر لحدا إيه لحدا حلدمان إن ماركة يسبنت لان لقو لقو ولقو توقيستو محمود سلابانكا عيسى إيه عمر إيه عثمان كواس هلا دقي يستقول كلها إيه بقرك بكاس هريبو أولادي القريي و معني هشيس بعد نحمر يقاركود مركب ورطة حسن شيخ محمود قد بدي وجديي وحانو ملينا يا هدا إن لجوغو ومقالة قروا ويمانتي والاقا قحايا قحبا كبير اللوضي سعيد عبد الله الدنينا واتنان دين شاقنا مركب اللوت تقاي أولوغو يري ماركيس محاد دونيسا نبضنا وان دونيا دقالنا وان دونيا وحي يجو رجاسي معارض كشاجنا يدون يان لبضة بديار بان واحد مد أن كسر دمائي نبضة ده تاينا وده ده دولي يقعنا هدي الدجال أي تاينا هدي الدجال جد كيس ولا جرنا يا لبضة سي مد كسر دمائي لبضة بنا واقادي كرا مركرت حالة دمائي شاس أي مريسا حسن شيخ محمود بيرتي وأبو ري وحنو ملاينا يا هذا ويسوقو إربتا لنك بنتلان وعروا مرك إنن وحان ربا مركا انا وحير سفر كان مدحوينها انكور مرو مدحوينها حسن شيخ محمود سفر كان هاد انجريس كوكو ادايو هادي جامع عدان اسم سي اكو تحنايدين هران اذن كوكو شاكني معني ميت عصب ما ان هادا اديقا لبطة الضباط اي ميلها سي مدل لغا جوغو وحان اذن شاكني حسن شيخ محمود انو قرشينا اي انجريس كانو ادو صوبتو اداينا واشاكني هادنا صوب تاسي waxa kama duwana xasan ingiriiska wuxuu aaday in uu soo toogsado badar mataqana qararaf inuu soo toogsado uu aaday ingiriiska qodobka labaad uu aaday waxa way ciidamada ingiriiska oo mushaarka dib ugu bilaabay dawladda mainland hal laga gooyo inuu yiraado because shalay ahayd markii lafta gareen uu weydiisanayay darad kun askari oo digli mirifla ah oo jooga bay dhabo in la siiyo oo xasan sheekh maxamuud meesho rabo uu geysto aksigana wuxuu leeyahay shabaab hal la dagaalamo ana ciidamo idin soo diray kun askari oo digli mirifla oo tababaran isii oo dugsiga military-ga Ethiopia bay dhabo ku yaal ka soo baxay oo daraawishta waxaan ku darayaa معني توتا فدرال كان أقلن وان سوق هذا مالان قيسنا يا أنا ما دحويني صوماليا كو عكسي أنا بحوي عيدا مكلا وأنا عن صدر صدي وهوية تليال إيه كيهين أيام بين بكينا يا أو كعاونا يا مركو واحد مودة عقل كان نوع عاسي يعني حسن شيخ محمود وحقوق ملايا ضدك عقل جودة إنه كل الليل كرو معني إن عقل جدتك أنا كورين أو باركيس ضدك بين لو شيغي كرو بين حتى واخ سوناي ال ربا موقت ان كو قبصدو عادي اه ميل كرو ما سوقدو وا كو قبصنايا هيي دح ماركا انجريسكا عيدمدان او توبرايو اي دوكسيغا او كولايهي دوكسيغاسنا خير عيدمدا ميشاس لوو توبرايو وا ديغلي مريفله ددكا ان ربنا ان ان قبصنا وا ور هادلك معنيس وا سيداس سفركيسي ددكا ان ربنا ان ان قبصنا وأدقل إيه مرفلي أدين كان أدقل إيه مرفلي بقى نقول تبى برايسان دتك أن جميسان جرني
oo aan rabno inaan hadana qabsano gumaysano waxa rabtiin shidaal ana idin fasaxay ana wax walba idin ogol dhulkooda booba waxa rabtiin ku sameeyaa ana macnaa madaxweynaha dalka ah federaalka halan macaamilina digli mirifle tobarka ka joojiya mushaarka macnaa ka joojiya hadda ma fahmaysa حسن سفر كيس إنجليز كاسا أقوي إيوه إنو صوته وكسده ويرادو واخل دمي حد كور إنجليز هو كامبين كي وادي عاوسي لكن حد نمركي كامبين كي لغبحي واتان اسكود عمي أو آن إذي كور إمادي إرقي قرمه دمدوبي سوماليا أو أدلتي أدينك واتان لدقا لمي وقفك لأن ربعين آن كانسده وإيغا أتكاتين رالي أحادا أنت أصو أصعدا حسن الشيخ محمود وحي كالو ديريو جادو سيد أنو دهايا باهاي سمركة مدر جاي قندي أن بحسمينا أطلان هرتا صفرك حسن الشيخ محمود سيد أصو كو قطة ما هدكو الروالي دي الشيخ هدي حسوس أد لي ديهين عشرة دا ريفيشن كاه هداد اسكربتان وأوحكالي مقالة مقدشو عوضو حالو أفضوطي نين يوتيوبرا وضد كان سوشيال ميديا كجرا ويل كاس وحول شيء هبر قدر باش هبر قدر وكسو جيدا جفض وكي هاي انا ما قال لكن وحان اوغا هاي انو هبر قدر ولا شيء ويل كاس بابور بليس من التاريا وعيد مدى الدمو الجديدة هي قوري سكلا بحي ولي بحتى السياسة كما اللي جرين ويل كاسي مسكين وها waxay wuxuu barankiyada iyo saleeban miya barankiyada iyo waxa uu sameen jiray waxa la yiraahdaa liicato waa sax liicato la yiraahdaa wiil aan ah ayuu ahaa baranki iyo filimaanta yaryarka maartay ee maarkayse dhalinyarada ay xiseeyaan nin siyaasad ku jiray maba ahayn siyaasad maba ku jirin shaqana kuma lahayn siyaasad waligaa iskama hadlin مرك قارن حتى إنه هيسو إسكو داي جري نالي يرادة مارت وحو إسكو داي جري إنه يرا هيسو أيو إسكو داي جري والا عف دوبي قرغي سال لوغو دعي عاو دولة دمو جديدة عف دوبتي إلاي حد دوور لو مهاي ميشا لقيي كوي عف دوبتي إلهي أيو با أك مركا محاد مودا مركا هدي يوتيوبر سياسة أن كجرين magaalada muqdisho aanu ku noolaan karin ya oo habeenkii loo dhacay oo guriga laga baxayo bal maxaad moodaa dawladda noocaasi ba intay midowga Yurub qandaraas ay ka soo qaadatay waxay soo dhajisay Soomaaliya gaar ahaan caasimadda muqdisho waa meesha ugu amaanka badan caalamka saasay propaganda adduunka kale yihiin iyagoo fulinaya ajandahooda ah مشروعي حسن الشيخ محمود وصاقاتي إن صومالي ذا كسوغان قربها لسوء عليو ودلكي لغو سوء عليو ووان نبط واتنهاد دا ماركي سي مروالبا تلفيشن كاللغو آدين ايو ميالاها ماركتي حيبت اللي دا ايو قبدا اي ويلا لإسو كيني انتا ماركي سي معاني مكرافة كاللغو آديو ماشان وان نبط هبين كيا لغو عويني لب مجرو مركا لغو لي هاي وحي ايبين ايان ويقدا ايان معاني مشروع ay soo qaateen dadka Yurub jooga in la soo celiyo ayay ka shaqeynayaan oo sabab looga dhigo la yiraado war dalkiina waa nabad waa taa xamar habeenkii caruuraha iyo weelada sidaas ay u socdaan dhibaato ma jirto waana meel dadka lagu baquujinayo oo lagu leenayo lagu dilayo afkii dadka la qabtay caawo u dambeysay liibaan caato oo waliba habar gidir u dhashay gurigiisa lagala baxay oo markaysay baabuur توتايسان اي افدوبتين افدوب واكا ممنوع مال دولد اي كجرتو قف كادو دنبي قلي معني انها مهبين كي الافدوبتو شرعي مبا اهمبا حتى مالين قف كو حاوي ورقد با لو كيني وحالا ليا صباح دعوت با لغو قبا محكمة دا اسكان معني جوديشال سيستم ايا لمرسيا قف كسيد عادادا محكمة ايانا حيري كرتا محكمة ايانا سودين كرتا وعدالت كل سن ومحكمة laba wiil oo hiraab ay fadhiyaan aan ahayn marka dawlad noocaas ay noqotay oo ciyaal baraankiley xataa ka badbaadi weysay afduubka ayaaba ah shaqul booryaanimo ma aha shaqul dawladnimo baabuur dawladeed qof guri loogu dhacay lagu qaadanayo waa afduub shaqul mooryaan waay ma aha shaqul dawladeed
دولد نمدو وددد ويعبدهي سيدا ويعبركي وعبدهي ويتوصنتهي وما بهند إن بابور معنيه تقنى كسارن قف أدو كين ستيد سيديت ساحبيني ما إنا أولا عديد وما بهنا قفك ورقد مبال الله صدري كرا أما بابور عد أدو وطا ورقد أكي نيسا محكمة داكو باهن دولد داكو باهتي مالين هبل دعوة داسا كوتا لما يشاس إمو معنيه جوداشل سيستم كأدون كساس أولاقما لكن تضبط ساعة هبينيمو تضبط الفيد نيمو كودة هبينيمو لبدا هبينيمو سد هذا أفرطة قب وكو صرعي وقاريان وكو دوجوبي ما هاد اللي كرتيد تلافن وحاس أردن شقل موريان نيمو مركا ماركيس مقالة مقدشة سيدا عددك اللوغو عبورين ايو سيدا عددك اللوغو عفدوب ايو قف لا عفدوب تيم ماذا يقول حيلقو سمين ايو قف لا عفدوب تيم ولا كفسان كرا وحاوي ولا ديلي كرا كليا لا قلب بحكرا حبناها لا قلب بحكرا ولا بيوسي كرا ما فهميسا ولا حنجبي كرا معني ركعتا لوغو سمين كرا اسقو قاونا وخ لا سو دوبان كرا marka qofka hadii la afduubo yaani jirdil way wa 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 waxa way against violation macni international law sharciiga caalamiga ah adduunka macni sida loo nool yahay waa ka dhan afduub afduub iyo madax furasho waxa way dambi waaweyn way diiniyana waa dambi weyn qofka inaa afduubatid qof xor ah oo ilaahay xor ka dhigay inaa gadatid yaa ka cadaab kulul qofka nabi dilay iyo qofka ilaahay u shariig yeelay iyo qofka qof xor oo nool gatay afduubtay afduubtay oo gatay waa macnaheedu dambiyada waa weyn way diinta islaamkana marka gaaladana xataa dambiyo waa weyn way afduubka qofka hadii aad afduubatid dambi weyn baa ka gashay marka sidaasi awgeed magaalo noocaas ah caasimad adduunka ay ugu qoran tahay hooyga argagixisada hooyga argagixisa waa maxay cabsigelin hooyga masuqmaasuqa hooyga iska dabowareega hooyga mooryaannimada hooyga dililka caasimad ay u qoran tahay hooyga madow black listiga adduunka ku jirto ayay waxay rabaan inay adduunyada hadda gadaan ay dhahaan ma arkayse waa nabadee dadka isu celiyay xasan sheekh maxamuud wuxuu ka xishoonayay male maantana ma bilaabin teeramkii hore markuu imaaday ee dowladda soomaaliya madaxweyne uu ka noqday sidaan oo kale u sameeyay sheekh shariif sheekh axmed oo jabhad ahaa oo maxaakiim ah ayaa broseiskan loo keenay hadda ka hor waxaa lagu yiri $200,000 macnii waxaan dhilaa adii 1 million waxaas qaado soo xamar nabad ma aha nabadayna ahayd markaas xamar dadan ku soo celinayna ilaahay amarkiisi jaaliyadaha norway baa ugu weynaa $200,000 ay durba iska aruuriyeen sheekh shariif ay u direen waxay ku dhaheen ma damaanad qaadi karno noodhi haddii kale anagu waa nala xaqaya sidii buu yiri sidii ay ku badbaadeen dadka xasan ay yimaadeen annagaaba qaxooti qaabil loo yiri ee boorsada isii aniga soo celiya annagaaba qaxooti hee qaabilna laakiin ilaahay wuxuu sababay madaxtooyadii in ra-iisul wasaarihiisa lagu dili gaaro xildhibaan in lagu dilo madaxtooyadiisi madaxtooyadii gudaheeda inay ka shanqarto adduunyada uuradeedu ay arkaan war meel madaxtooyadiiba sidaan loo duqayna miyaa dad loo celinayaa sidii bay dadka ku badbaadeen ilaahayna soo ma celinin ilaahay wuu dhaafiyey farmaajo yimaaday dowladda hadda xasan sheekh tan farmaajo ka nabad badnayd arrimaha dibadda gudaha waa la ogyahay saasay tahayna macnihii qaxootiha la soo celiyo ma dhihin xasan hadda wuu yimaaday mugdi kow oo jabka safarkii ugu dambeeyey waaba soo saxiixayba lacagtana waxa weey farta layga saaruu yiri already hadda jarmalka iyo wadamadan waxay bilaabeen inay dhahaan annagu waan celinaynaa qofkii yimaada oo qaxootinimo weydiista iyagoo awalba sabab yar u raadinayay may waxba kuma hayna dalkaaga.